في فقرتنا هذه راح تكون ضيفتنا موهبة صاعدة مميزة بدأت الغناء واكتشفت موهبتها من وقت طويل. متى بدأت مشوارها في الغناء؟ إيش هي مشاركاتها؟ مين الشخصية الفنية اللي أثرت فيها؟ أكيد راح نتكلم أكثر، لكن خلونا نرحب مع أثير الصايغ. هلا وسهلا فيك أثير. أهلا وسهلا فيك يا مرحبا أثير. ليش قلقانة؟ فنانة لا قوة إلا بالله وتغني، والحين أصلا حنا نبغى نسمع صوتك، فلهالدرجة تكونين كذا من يوم ما دخلتي وأنت قلقانة؟ اوكي تمام خلاص خذت راحتها. طيب خليني اسالك، لازم اسالك، متى قررت تدخلين الفن؟ طبعا انا لي سنتين في الوسط الفني، بس قررت اني ادخل او اركز اكثر من سنه تقريبا، والحمد لله حاليا انا قدامكم، يعني وصلت للشيء اللي انا ابغاه، بس باقي ان شاء الله باذن الله. اكيد. يمكن من سنه بداوا الناس يعرفوكي، ولكن خلينا نتكلم على بدايات الموهبه معك. كيف انت اكتشفت انه انت تمتلكي صوت جميل، انا اقدر اغني، انا عندي موهبه ابغى اوصلها للناس؟ هل كنت في سن صغير؟ هل الاهل ساعدوا في اكتشاف هذه الموهبه؟ بدايه انا اكتشفت نفسي من يوم وانا كنت في المتوسط في المدرسه مع البنات، فيس يعني وقتها انه قلت انه ليش انا ما اظهر هذه الموهبه، ليش ما اسمع الناس. بعدها اقتنعوا ماما وبابا، بالعكس دعموني، هم اقوى الداعمين لي طبعا. ممتاز ما شاء الله. أثير كذا انا قاعده اسمع بحه في صوتك حلوه كذا. انا كاني عرفت نحن السؤال اكثر. هل اقدر اسمع صوتك؟ اسمع شيء الان؟ اغني اللي انا ابغى. الا خذي راحتك، ابغى انطرب. جاني كلام اني معك كنت كذاب، واني محملك الشقا والاسيا، واني ابيع الود وابيع الاحباب، وش باقي ما قلته حبيبي علي، ظالم وخاف عليك من يوم وحساب، يا اخي حرام اللي تسويه فيا، ارفع يديني طالب رب الارباب، واتذكر العشره وانزل يديا. يا الله. جاني كلام. ايش هالصوت يا شيخ؟ ايش حال بدنك؟ الا بالله ما شاء الله، يعني ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. حبيبتي تسلمين. مين اول شخص سمعك؟ اول اذن سمعتك وقالت لك انت تمتلكي صوت، ومين دعمك؟ مين قال لك لا تخافي اطلعي؟ والله تذكرت، رغم اني ما انه بس تذكرت استاذه كوثر. كوثر مين؟ استاذتي كانت في المدرسه. ممتاز. هي اول واحده سمعتني وخلتني اشارك في اغنيه التخرج. نعم. حقت صف سادس ابتدائي اتوقع. ما شاء الله من زمان يعني. وبعدها من سادس خلاص انا بدات كذا انه اظهر نفسي. طيب اثير، يعني دخلتي على المتوسط. خليني اسالك سؤال شوي، يمكن يكون ما ادري اذا انت حابه تجاوبين عليه او لا. ما لقيتي انتقاد وانت لابسه النقاب وتغني؟ يو مره كثير مره كثير، بس طبعا شيء انا مقتنعه فيه، يعني شيء انا مو حطته ديكور، او الناس قالوا لي بالعربي او اهلي قالوا لي لا البس النقاب. انت مقتنعه؟ انا بامكاني افسخ النقاب وعادي، بس مستحيل، وهذا شيء انا بنفسي مقتنعه فيه. طب ما تحسين ان في يعني نقاب له يعني رمز ديني التزامي؟ يس. مع الغناء يمكن ما يمشي. صح. شويه ما يركب. ما خفتي من هذه التركيبه؟ هي التركيبه اساسا كثيرين انه كلموني عليها، كيف انت ربطتي نقاب؟ ما هو شرط بالضبط انه انا ملقبه، انا ما اظهر الشيء اللي عندي، انا ما اظهر الموهبه اللي عندي، بالعكس ما دخل. النقاب اشوفه حاجه مره حلوه. صحيح. مش ديكور ولا تخفي، بالعكس اشوفه شيء مره حلو. صح. جميل. مره عجبني هذا الشيء. برافو. يعني جميل ان الواحد يتمسك بمبدا ويؤمن فيه ويمشي عليه، وما شاء الله انت تمتلكي هذه الموهبه الجميله. مين من الفنانين اللي تاثرتي بيهم؟ حقيقة أنا أتأثر بالفنانين القدامى زي أم كلثوم، ميادة، الفن الطربي الأصيل. أبغى أوقف معاكي هنا شوية. أم كلثوم، ميادة،
يعني حتغنين لنا شيء لمياده بصوتك هذا ابو اللي فيه بحه كذا جميله؟ حغني لك اغنيه بس مش المياده، بغني لك اي اغنيه ثانيه بس انها تكون من الفن الطربي الاصيل. يا ريت يا ريت، سمعيني. تفضلي. قولي عمل لك ايه قلبي، قلبي اللي انت ناسي، وانت الغالي عليه الغالي عليه. قولي قولي يجيب لك مين يقرا ومين يسمع كلامي، واجيب لك مين يحكي نار شوي وغرامي. كملي ما ينفع توقفي، ما ينفع تبدأي وتوقفي، كملي. سلطنة. ما شاء الله. أعطيكم أغنية ثانية؟ يلا. حبيبي سعيد يسعد أوقاته على الجمال سلطان، في نظرته وابتسامته فرحة فرحتك يا زمان، ولما يخطر يخطر في أوامه ترقص الأغصان. الله هل انت في مثلا بتتدربي في اي معهد، في احد متبنيك فنيا في هذا الموضوع؟ لحد الان بعد الرحله الاكاديميه اللي اطلقتها ام بي سي طبعا، بعد ما ترشحنا وقعنا عقود مع الام بي سي، وان شاء الله باذن الله بيكون بيننا اعمال كويسه. عقود احتكار ولا عقود لانتاج اعمال؟ لا، لانتاج اعمال باذن الله. يعني نشهد لك عمل قادم باذن الله؟ ان شاء الله باذن الله، ليش لا؟ طيب أثير خليني أسألك، في أكيد كل جمهور عنده فنان مفضل، بعض الجمهور يعني مثلا صدق أحب بعض الأحيان الفنان بس أحب أسمعها من شخص ثاني غير الفنان، هل أنت تواجهين هذا الشيء بعد؟ صح، ما في فنان يجيد كل الفنانين يغني لهم، صح. ما في بالضبط، يعني مثلا أنا أجيد للفن الطربي الأصيل، تجين تقولي لي مثلا غني لأي أحد، بغني لك ما راح أقول لك لا، بس ما راح أجيدها زي أحد ثاني، فيس. حلو. ودي أسألك سؤال بس برضو ثقيل صعب شوي. مستقبل الغناء معروف، موهبة، بعدين تكون عندك أغنية خاصة، بعدين ألبوم، بعدين سلسلة من ألبوم، بعدين كليبات، في كليبس في الموضوع، بعدين حفلات، ما تخافي النقاب يقف عائق أمام أنك توصلي هذه المسيرة الطبيعية لأي فنان في مجال الغناء؟ تدور ترجع النقاط. سؤال كثير من المشاهدين هيسألوه أكيد. أوكي، لو في يوم من الأيام مسيرة الفنية أو حلمي اللي أنا قاعدة أسعى وراه راح يوقف على النقاب، ما راح أكمل، حاعطي أحد غيري. لا أنصحك نصيحة، أنا حكمل بس كملي. لو لقيت قدامي الوجه اللي يقول لي لا يا توقفين، يا توقفين ولا راح يصير لك شيء، لفي ودوري بس لا تتخلي. ما راح الف وادور. لفي قدام التحدي، اللي لما يجيك تحدي يجيك جدار اكسره، اكسري او دوري على طريق ثاني. لا ما تتنازل، انت موهبه جميله وصوت رائع. اكيد ما راح تتنازلي يعني، والموهوب دائما يثبت وجوده مهما كان، يعني مهما كانت انت يعني انا لو ما اثبت وجودي موجوده اوريدي حاليا يعني ما كان لقيتوني هنا. مزبوط، برافو عليك. برافو. طيب فكرتي انك تسوي لك اغنيه سنجل؟ اكيد، احس ابغى الوقت المناسب يجي علشان لما انا اسوي الاغنيه افتخر انه هذه الاغنيه تنتسب لاثير.
يعني ابغى اغنيه مش اي اغنيه يسمعوها سنه سنتين ثلاث سنوات بعدين خلاص تنتسي، لا ابغى اغنيه تكون مخلده، فاهمه كيف؟ يعني شيء مره كذا بيرفكت. صوت اثير وين تلقاه؟ فهميني في السؤال اكثر. صوت اثير وين تلقاه؟ يعني تلقين صوتك في الاغاني الطربيه، تلقين صوتك في الاغاني الرومانسيه الحنونه الهاديه اللي زي مثلا ستايل اليسا خلينا نقول، تلقين في الاغاني اللي بسرعه، وين تلقين نفسك؟ بدايه انا احس القى نفسي في الاغاني الفن الطربي الاصيل. الله. غير كذا الاقي نفسي في اغاني شيرين اليسا اللي فيها حنان ورومانسيه. ايوه الاقي نفسي في كل الاغاني، بس يعني احس اكثر شيء في الفن الطربي الاصيل، يعني اجيد مره. وهذا اللي يليق لصوتك ولخامه صوتك الجميله الكلاسيكيه، فيا ريت لو تسمعينا حاجه ثانيه من اختيارك. يعني خلاص شيرين. يعني خلاص انا مش هشوفك تاني، مش هلمسك، مش احكي لك عن حاجة تعباني، كنت روحي لما كان جوايا روح، عمري ما تخيلت انك يوم تروح، مش فاضل لي مني غير حبة جروح، مع السلامة يا حبيبي وفي أمان، عمري ما هكون يوم عليك ماضي وكان، عمري ما انسى مهما طال بيا الزمان. الله، يعني أكيد شيرين اليوم أصبح لها منافسة تتحداها في الصوت وفي الإحساس أيضا. يعني برافو ما شاء الله عليك يا أثير. أثير خليني أسألك، ما تفكرين تغنين مع جيتار أو عود؟ إلا بالعكس، ليش؟ يو من أحب الآلات لي العود. تعرفي تعزفي؟ لا أحبها، لا للأسف. أنا ما راح أعزف، مش للأسف، لا ما راح أعزف، أحس شكلي ما يتركب. لا صدق والله، إذا تبون والله أحس ما يتركب، ولا تخيلي شكلي معي عود. تكتبي بالعكس، بالعكس كثير تطلعين شيء جديد عن الساحة اللي إحنا متعودين عليه. لا هو شوف يعني هو يكفيهم صدمات. يكفيهم إن طلعت واحدة بنقاب وتغني. بس كان شفنا صبية قريبا كانت عازفة بيانو يا أثير، كان في بنت منقبة عازفة بيانو وطلعت وعزفت كانت جميلة جدا للغاية. أنا أفتكر مرة من أحد أصدقائي العازفين أو قال لي كلمة، قال لي أثير ما في تلاقي فنان، يعني تلاقي فنان يعزف عود. عباد الجوهر أقرب مثال. لكن إيش قالوا لي؟ قالوا لي إنه لما تيجي تعزفي وتغني في نفس الوقت أدائك في الغنى يضعف. ليه؟ ما ادري، لانه تركيزك مع الوتر مش مقسم، فانا لا ابغى اركز كله على الغنى هم يعزفوا. خليكي في الغنى، انت رائعه، خليها دندنه اثير، والله العظيم تطلع حلوه. جميله. تبي تقنعيني؟ لا ما ابغى اقنعك. طب انا عندي فكره، تعزفي عود وانا اعرف. اتمنى اتعلم عود. خلاص ما اعرف، انا زيك ما اعرف. بس انت تحبي، انت تقولي انا احب هذا الشيء، في فرق. اوكي انا احبه، بس خلاص انه اي احد يعزف، وانا عن نفسي احس ما افكر. يعني لو جيتي لشيء ثاني يمكن اقول لك ايوه افكر. جيتار، اي آلة ما افكر اني اعزفها، ما احب او ما ادري كيف اوصف لك. لا احنا فاهمين. غير السؤال عشان انحشرت. انحشرت ناس. أثير يعني انا اتساءل كم عمرك؟ ما ادري، احس انك صغيرة. كم تعطيني؟ يعني في بداية العشرين. 22 بالضبط. يعني ما شاء الله اليوم في هذا السن الصغير وعندك هذه الموهبة الكبيرة، أكيد عندك طموح مرة كبير وتخيلات وأمنيات لمستقبلك، فكيف تشوفي نفسك وفين تشوفي نفسك في المستقبل؟ أنا عندي طموح يا رب إني أقدر أوصل له في يوم من الأيام. طموحي إنه الأغنية اللي أنا أسويها أغنيها على مسرح مرة كبير. يا رب يجي يوم من الأيام أفتح هذه الحلقة في التلفزيون وأتذكر نفسي إن شاء الله. أكون واقفة قدام الناس كذا، قدام جمهور مرة كبير، والأغنية حقتي كذا إنه أنا أغنيها، هم ما يخلوني أغنيها، هم اللي يغنوها بدالي. وهذا اللي حيحصل. هذا اللي أنا أتمنى. وتتمني إنك تشاركي في محافل وطنية مثلا؟ طبعا أكيد، ليش لا؟ اليوم الوطني وهذه الأشياء. أكيد ليش لا.
وقت ما تصيري نجمة كبيرة يا أثير تقولي أنا استضفوني لبنى وأودي وريم في يوم من الأيام. هذوليك اللي قالوا لي كبار هذولي سيدتي. نحضر نجيكي في الحفلة نقولك تذكريني أنا استضفتك في البداية تقولي ما أذكر. لا مستحيل. لا ما راح تنسين. احنا اول لقاء تلفزيوني لك صح؟ لا هذا رابع لقاء ما شاء الله. طيب بس رابع لقاء مع ثلاث سيدات. ايوه صح هذا اول لقاء مع ثلاث سيدات. شفتم كيف؟ هي الا تبغى الاول. اوكي تمام الاول خلاص. طيب اثير خليني اطلب منك اغنيه. ابغى اي شيء لذكرى. الله. اي شيء لذكرى. ذكرى الله. مسافر مطلوب من الكنترول المسافر طلب خاص من الكنترول جايك من المخرج شخصيا اللي هي قالوا حبيبك مسافر قالوا حبيبك مسافر قلت يا صفر المكان يجعل طريق زمرة والحصى مرجان والشمس خيمة مظلة لسيدي والقمر صوان ودنا دنا ليل دان قالوا حبيبك مسافر قلت لك السفر لم كان يجعل طريق زمرد والحصى مرجان. الله 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 يا لا قوة إلا بالله ما شاء الله تبارك الله. تغنين تكفين لا خلينا مذيعات حلوات برستيج انا غرت هي حتنشد مو حتغني انا غرت لان اسم الله عليها مش بس صوت احساس صوت واحساس يا شيخه ابي اسوي زيها ترى يقول لك الغنى عادة حلو انه يطلع باحساس يؤدى افضل من اني انا اغني وحافظ نص صح صح احساسك بسم الله عليك الرحمن الرحيم قادرة تعبري عنه في العرب في الموضوع وصل لك احساسي؟ اي طبعا وصل لك احساسي بقوة جداً صح؟ انا صفقت لها شعوريا وصل احساسي لكم صح؟ طبعا هذا وانا لابسه نقاب طيب. هذا هو المهم احنا لا كيف لو اشيل النقاب كيف بتشوفوا وجهي احساس؟ لا يعني حتبكي يعني اهم شيء في انت تلفي يعني. وتدوري على النقاب الاحساس في الصوت مره واضح وحاضر بقوه كيف بتدربي نفسك على الالوان المختلفه في الالحان والغناء؟ انا ما ادرب نفسي انا اسمع الاغنيه اول ما ادندن الاغنيه من غير ما اغنيها بس كذا ما شاء الله تبارك خلاص الله خلاص اعرف ان هذه الاغنيه تليق علي اذا نشست في اعرف بتعرفي كيف الطبقه حقتك بتمسكيها بتعرفي كيف بتسوي بتوزني هذه المسائل اللي عاده الفنانين الكبار بيتدربوا عليها وبيسووا تمارين للصوت وفوكاليز يقولوا لي ما اقطعك دائما يقولوا لي انت تغني كويس بس انت اساسا مو فاهمه في هذا المجال مره كثير انت كيف كذا تغني كويس فاحس انه من الفطره كذا انه يعني خلاص سبحان الله موهبه هي موهبة ملك موهبة ربي تخل. يرزقها بعض الناس طب أطلب أغنية أخيرة؟ يا رب إني أعرفها ألف مرة ألف مرة ما ودك فيها نختار أغنية ثانية؟ أوكي أختار أغنية ثانية أنت اليوم. تعرفينها ألف مرة؟ إلين اليوم ألف مرة قلت لك بعيوني لكن قلت بس رعاي مناني ترى ودي اقضي العمر يا عمري معك الف مره قلت لك لا قلت ما اقدر قصدي ما اقدر احيا جاه البلاء الف مره الف مره خنتني ودعتني وخاب ظن الشوق ألف مرة أرجع الدرب اللي قيته والمساء
خطوه والخطوه صفار. الله الله عليك يا أثير، امتعتينا جدا في هذا الحضور الرائع وهذا الاحساس الجميل جدا. موهبة حقيقية يعني كان لازم انها تشوف النور. كل التوفيق لك يا أثير وفي مستقبلك ان شاء الله. الله يسعدك يا رب، وشكرا لكم جميعا وشكرا على الاستضافة. واحنا جدا سعيدين بوجودك معنا. خلاص لساعك مستحية؟ خلاص وانا اسعد. لا خلاص انت قلت ممكن ما تشوف السالفة اللي بتصير. الله يسعدك قلبك. الفنانة الموهوبة السعودية أثير الصايغ، شكرا لوجودك معنا. مشاهدينا فاصل قصير وراجعين.